مساكم الله بالخير ومساكم الله بالنور والسرور. يحكى في سالف الأزمان شخص يكتب رواية، ومن ضمن أحداث تلك الرواية أن هناك امرأة تزوجت وهي في عمر صغير، في عمر الشباب، عمر الزهور، تزوجت برجل أكبر من أبيها، وبعد سنة مضت أنجبت طفلا، والسنة الثانية طفلا آخر، والسنة الثالثة طفلا آخر، فأصبحت مهمومة بتربية الأطفال. فجأة تغير عليها زوجها، كان يريد ولدا، ولكنها تنجب في كل عام بنت. احتارت ماذا تفعل، ولكن هذا من رب العالمين، حتى وجد زوجها أنها لا تصلح للاستكمال مسيرة الحياة، وأهملها وتزوج من أخرى لتنجب له طفلا، ولكنها حتى الثانية أنجبت بنتا. وبعد مضي سنوات من الإهمال، هذه الفتاة الجميلة الحالمة بحياة زاهرة وجدت نفسها عجوز، امرأة كبيرة في السن، بينما هي ما زالت في العشرينات. وحينما نفضت الغبار منها وجدت أنها لابد أن تبدأ بالخطوة الأولى، وهي استكمال دراستها. التحقت بالجامعة ووجدت ما وجدت من نظرات الاستهجان من الطالبات، رأوا أنها أكبر منهم، فبالتالي ويش اللي جابها دي تدرس معانا؟ لكنها أصرت على استكمال دراسة البكالوريوس، وبالفعل الله وفقها واستكملت دراستها وحصلت على وظيفة. في خلال سنتين كانت تدخر المال بشكل حريص وبشكل كبير جدا، حطت في رأسها هدف أنها تعمل التغيير في حياتها، وهذا الهدف ما يتحقق إلا بالدراسة والعلم. وبالفعل بعد مضي سنتين قررت تأخذ نفسها وبناتها وتطلع تسافر إلى لندن، واستكملت هناك دراسة الماجستير وحصلت على معدل ممتاز بمرتبة الشرف، وعادت إلى المملكة، وعادت وهي تحمل سلاح العلم. توظفت في وظيفة مرموقة جدا وأصبحت سعادة المدير، وهذه الفرصة اللي بالفعل غيرت حياتها بالكامل. عادت من جديد ورتبت بيتها من جديد، وأعادت صياغة منزلها من جديد، وعاشت حياة جميلة جدا بالأمل والحب.